بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الجمل وخصائصه، خصائص هذا الحيوان العجيب. يقول الباحثون أن الإنسان القديم تميز بالاكتشافات منذ مذهلة نراها اليوم عادية، ومنها اكتشاف أهمية الجمال والخيول كوسائل ناقل ساعدتها في تطوير حياتها وزيادة مستوى الرفاهية. قد أشار القرآن إلى أهمية ذلك، وأن الله هو من خلق هذه المخلوقات وذللها وسخرها لخدمة الإنسان. وعجيب أن العلماء يتعجبون من القدرات الفائقة للجمل في السير ضمن ظروف صعبة جدا تعجز عنها التكنولوجيا الحديثة. فقد زود الله الجمال بفلاتر لتنقية الهواء من ذرات الرمال، وزوده بواقيات حرارية تقي الجمل من حرارة الصحراء أيضا. وزود الله سبحانه وتعالى هذا الجمال بقدرة على تحمل العطش وقدرات مذهلة لحمل الأوزان الثقيلة لمسافات طويلة جدا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الآية تتكلم عن الحيوانات. سورة النحل آية 7، صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.